أتعلم مهارات الاتصال وأبتسم في وجهك وأعرف أرد. أوه أنا خلاص نجم اجتماعي وأقدر أكون علاقات. لا 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 لا، المسألة جد معقدة، هي زي الشبكة، أي ارتخاء في جانب منها في العلاقة مع الله أو مع الذات أو كذا كذا يلخبط الجوانب الأخرى، كما أن العلاقة مع الآخرين إذا تلخبطت أبدأ أشك في نفسي. معقولة كلهم يكرهوني وأنا صح؟ معنى كلهم ينفرون مني وأنا كويس؟ أبدأ أنا أشك في نفسي، في العلاقة مع الآخرين توتر علاقتي، فهي كلها شبكة كذا بعضها ببعض. الأصل في العلاقات ألا تكثر منها، بس الأصل أنك العلاقات لازم تفهم رتبها. ثمت معارف، معارف وثمت صداقات. المعارف عادي يكون كثير، والدليل والدليل أن كلنا جوالنا فيه 100 اسم، 200 300 400 500 ألف، بس إذا جيت أحزن ولا أفرح هم 3 أو 4 اللي أتواصل معهم. طيب والباقيين قشور، الباقيين قشور معارف، معارف هذولا، هذولا اللي ولا يعيبهم، هي طبيعة العلاقات كذا. ما يعني هذولا اللي أرسل لهم رسالة معايدة وأنا كاتب اسمي في آخرها، ما أدري مسجلين أصلا رقمي ولا ما سجلوه. فالمعارف عادي جدا، لكن العلاقات لا، الصداقة لا لا مختلفة. ولذلك يمكن أن نقول التالي، أن المعارف فيها الجبل وفيها السهل وفيها الصحراء وفيها الربيع، فيها الربيع وفيها الأرض الصلبة وفيها الأرض اللينة. أنت مجرد ما تدخل تكتشف هذا، هذا حجر ولا هذا لين، هذا ربيع ولا هذا خريف، ولا هذا سهل ولا هذا بحر مالح، ولا هذا نهر عذب. أنت إذا دخلت بتعرفهم، لكن امتداد العلاقة معهم هي اللي تحولهم من معارف إلى صداقات. ولذلك يمكن أن نقول أن المعارف جغرافيا والصداقة تاريخ. المعارف جغرافيا فيها الطويل والقصير والعذب والمالح والربيع والصحراء، فيك هم طبيعتهم كذا. أما الصداقات فهي تاريخ، أنت مواقفك معي هي اللي تحولك من إنسان عادي لا إلى صديق لك، لك مكانة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول من سخافة عقل المرء كثرة معارفه، من سخافة عقل المرء كثرة معارفه. وعمرو بن العاص رضي الله عنه يقول من كثر أصدقاؤه كثر غرماؤه. ليه؟ لأن الصداقة فيها مسؤوليات، فإذا ما أديت المسؤوليات زعلوا عليك. سيناريو أتوقع كثير مننا مر به، أنه ينعزم 3 مرات في يوم، فيروح للعزيمة الأولى، يروح أول المناسبة ويسلم ويمشي، ويدخل على المناسبة الثانية على وقت العشاء ويأكل لقمتين ويمشي، يروح للثالث يدوب بس يحصلهم في آخر المناسبة، يرجع البيت منهك طالع الجوال، كل 3 زعلانين عليه، أنت جيت بسرعة ومشيت، أنت وجاي تأكل وتمشي، والثاني أنت ما جيت إلا متأخر. طيب شو استفاد؟ من كثر أصدقائه كثر غرماءه، كثرة الشر عليه والعتب. إذا أردت أن تفتح علاقة فاعرف فاتورتها، أنت قدها ولا لا؟ إذا ما أنت قدها ترى هذا الصديق مشروع عدو قادم، هذا الصديق مشروع عدو قادم. ولذلك شوف، خلونا نرجع إلى الوراء شوي في الجامعة، أو ما زلنا في الجامعة شيخ؟ نعم. في الثانوي مثلا ولا الآن، لو تلاحظ أن الناس اللي من زمان ما شفتهم، أنتم كنتوا جروب بعدين بعد سنوات التقيت بأحد أفراد الجروب، ستجد أن العلاقة مع أفراد الجروب ما زالت قائمة، تسلم عليهم وتشوفهم يشوفونك ما عندك مشكلة، لكن الذي انقطعت علاقتك به هنا هو كان أقرب واحد في الشلة سابقا، ولا هذا اللي أقرب واحد كلهم استمرت العلاقة معهم إلا أقرب واحد هذا، ما عاد نكلم بعض. الصداقة العميقة لا تعود إلى السطح للأسف، إلا نادرا يتحول أحيانا لعداوة. ولذلك
لازم قبل تدخل تعرف تكاليف الفاتورة قدها ولا لا، ولا لا تنشأ علاقة. أختم في سؤالك، المعارف بشكل عام كالمشي على الشاطئ، مشي حفيان على الشاطئ عادي، رمل رمل وامورك طيبة، فجأة يجيك حجر، فجأة يجيك قزازة تجرح رجلك، لأنه معارف ما تدري ما تدري. طيب أبكون علاقة، لا تستطيع ولا تستطيع أن تكوني علاقة مع البحر بمجرد الوقوف على الشاطئ. الله حبيت البحر، لا، حتى تتذوق ماءه وتعرف غضبة أمواجه وتذهب إلى عمقه ثم تقرر بعد ذلك هذا البحر ينحب ولا لا. ولذلك الحب من أول نظرة هذا ليس حبا، هذا إعجاب، هذا إعجاب. الحب نتيجة متأخرة جدا، وممكن نتكلم إحنا عن إيش الفرق بين الإعجاب والحب وإيش فاتورة هذا وفاتورة هذا إذا أحببتم يعني. طيب الله يكرمك، إحنا بقينا نص ساعة تقريبا، نص ساعة على المحور الأول. نعم، فودي كذا نأخذ أسئلة بعدين نعود، ما في مشكلة نأخذ أسئلة بس بعدين نعود إليكم. فإذا أحد عنده سؤال من الإخوة والأخوات حول العلاقات يتفضل. شكرا لك. طيب احنا عندنا حاجة اسمها المسؤولية والصلاحية، هذه الثنائية مرة مهمة، صلاحية ومسؤولية. إذا زادت مسؤوليتك، شعورك بالمسؤولية إذا زاد عن حدود الصلاحية دخلت في الريبة والشك. إذا زادت المسؤولية، شعور بالمسؤولية عن حدود الصلاحية دخلت في الريبة والشك. مثاله، طبيب جاءته امرأة مثلا واشتكت له لسبب ما، شكوى معينة، فأجابها، ايش صلاحياته هو؟ أن يعالجها ويعطيها دواء وانتهينا، رحلت، شعر بالمسؤولية تجاهها بزيادة، هو مسؤوليته الآن متوافقة مع حدود صلاحيته لكن شعر بالمسؤولية أكثر، فقال أعطوني سجلها، جابوا لي رقم جوالها، قام أرسل لها، وهو من أطهر الناس قلبا، نيته ما ندخل فيها أبدا ومشهود إلا بالخير. هذه الرسالة التعقبية اللي إن شاء الله بخير، كيف صار معك الدواء، هل هي من صلاحياته؟ لا. ما الذي دفعه؟ شعوره بالمسؤولية الزايد فأوقعه في 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 إطار الريبة. إذا وين الإشكال؟ مسؤولية أعلى من الصلاحية. طيب العكس، أن تكون صلاحياتك عالية وشعور المسؤولية منخفض، تطلع المسجد ولدك في البيت جالس وأنت رايح المسجد، صلاحيتك تجاه ابنك عالية، شعورك بالمسؤولية تجاهه منخفض، أنت هنا مقصر. إذا كان الفعل الأول مريب فهذا الفعل معيب، معيب، لأن الآن عندك صلاحية وما شعرت بالمسؤولية. طيب ولد جارك عندك صلاحية؟ ما عندك صلاحية عالية، ولذلك شعورك بالمسؤولية يزود أو ينقص، تحكم فيه، تحكم فيه. فأنت ممكن تجي تنصح من بعيد بحدود صلاحيتك، حدود صلاحيتك. نيجي الآن للقضايا الكبرى الإنسانية، قضايا الإنسانية تحرك فيها ليس بناء على مشاعرك وإنما بناء على دورك وصلاحياتك. إحنا وش دورنا وش صلاحياتنا؟ يقولك واحد والله ما في إلا الدعاء، الدعاء أول سلاح وأقوى سلاح، أن يدعو الإنسان، أن يستشعر آلامهم، أن يدعو لهم وبس. أنا أقول هذا الكلام لأن في بعض الناس أولا حمل نفسه مسؤولية وبالتالي اتخذ قرارات سيئة وخاطئة أضر بها نفسه وأهله وربما يمكن سمعة بلد كاملة، لأن شعر بالمسؤولية بدون صلاحية، أو بدأ يلوم نفسه وبدأ يتحول إنسان سلبي ومحبط وينظر إلى الحياة بنوع من العدمية وعدم فهم مراد الله عز وجل منها. لا، أنا أتحرك بناء على صلاحيتي، صلاح السياسي بناء على صلاحياته، الكاتب بناء على صلاحياته، المفتي بناء على صلاحياته. أنا شاب ما عندي، وش صلاحياتي؟
فإن ضاقت 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 وجدت في سجادة السعة. هذا اللي أقدر عليه. فالذي يقودني ليس شعوري بالمسؤولية يرتفع وينخفض، لا، الذي يقودني هو الصلاحيات والدور الموكل بي. نعم. سؤال آخر. عندي سؤالين إذا أمكن. يعني السؤال الأول هي علاقة يعني الأبناء الكبار بأمهم وأبوهم. في مرات يقولون إن العلاقة يعني مثلا البنت بأمها توصل لصداقة، ويعني يكون فيه تعادل الحدود، وأيضا يعني بين الأب وابنه الكبير. السؤال الثاني، ذكرت إنه لما تضحي تضحي كثير لشخص عشان يحبك، يعني ما رح تلقى نتيجة. فإيش الحل لما تضحي وتسوي كل الأسباب لهذا الشيء والشخص ما يعطيك يعني ردة فعل، أو ما يعطيك لمحاولاتك هذه؟ من الشخص؟ من هو؟ الزوج طبعا. لا، الزوج خلاص. أرجع الآن العلاقة مع الآخرة، الجزاء، خلاص أبدأ أرتبها بهذه الطريقة. إحنا نتكلم عن الشخص العادي، العلاقة العادية، صديقة صديق مدري يعني إيش، حتى لو خربت العلاقة. لا لا، عاد بنجيها. بس أنا أقولك أول شيء لازم نعرف من هو الآخر هذا، هل يستحق هذه الفاتورة ولا ما يستحق. هذا واحد. طيب خلينا نرجع للسؤال الأول، سؤال ممتاز جدا، اللي هو العلاقة مع الوالدين، علاقة مع الوالدين بشكل عام. طيب خلونا نتكلم بالطريقة التالية. خلوني بسأل سؤال وعليه جائزة، إيش رأيك يا شيخ؟ أود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحق الناس بحسن صحابتك يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أبوك. طيب السؤال، السؤال بجائزة، إذا أمرك أبوك أمرا وأمرتك أمك بخلافه، فمن تطيع؟ الآن كلاهما، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، فمن تطيع؟ خلنا نسمع الإجابات العامة بعدين نأخذ الخاصة، إيش رأيكم؟ لا لا، بشكل عام، بشكل عام الصوت بعدين نأخذ الخاصة. بشكل عام إيش رأيكم؟ الأم ولا الأب؟ ما في شيء دبلوماسي، والله نحاول نقنع، لا لا لا، يا كذا يا كذا. الأم الأكثر صواب، كلهم صح. جيب لي موي، حط هيل في الدلة، ما في صواب، حط هيل. الأب يقول حط هيل، الأم تقول لا تحط هيل. حط هيل ولا ما، ولا أكله ولا شو سوي؟ أولهم تحجب الجائزة، ايش رأيك؟ تلغى الجائزة؟ لا لا، في جواب، تفضل. لا، كان في واحد رفع يدي أول واحد، تفضل أستاذي. حل وسط. حل وسط اللي هو؟ لا 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 لا، ما في. يا هذا شرعا، شرعا، ماذا يفعل الإنسان؟ اللي يرضى بسرعة، لا شرعا، ليس الآن أنت دخلتي نفسا. تفضل أستاذي. الأب، ها؟ لا هذا صارت عنصرية. نعم. طيب الجواب، الجواب هو له تفصيل، تفضلي تفضلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فهي الأم. طيب في الحديث، ها، ثبت إذا أنت مرجعيتك الآن الحديث، ولكن هذه الأم عصت زوجا، ها، رجع القوام، لا تتمشكلون، اسمعوا. طيب الحل، الحل الشرعي هو كالتالي، الحل الشرعي كالتالي، في مجال الطاعة يقدم الأب، في مجال البر تقدم الأم، في مجال الطاعة إذا الأمر والنهي الأب يقدم، في مجال البر الإنسان يبر أمه ثم يبر أمه ثم يبر أمه ثم يبر أبوه، يعني يعطي 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 يعطي، والرابع لأبوه في مجال البر. وأما في مجال الطاعة كذا. اثنين، إذا كانت المرأة في مسؤولية زوجها، يعني ما تطلقوا، إذا الأب والأم في بيت واحد وتعارض الأمران فالأب يقدم، إذا كان مطلق زوجته وتعارض الأمران الأم تقدم، الأم تقدم. طيب العلاقة مع الأمهات أو العلاقة مع الآباء، خلونا ناخذها
اتركوا كلامي كل اللي قلته، خلنا نفتح الآن مشروع جديد، وهو هل علاقتك بأمك ولا أبوك هل هي علاقة سطحية ولا عميقة؟ إيش رأيكم؟ علاقتك بأمك وأبوك عميقة ولا سطحية؟ عميقة. والعلاقة مع الزوجة المفترض عميقة، مع الأبناء. إحنا لا نستطيع نقول عميقة ولا سطحية حتى نحرر معنى مصطلح العميق والسطحي. تعريف العلاقة السطحية كالتالي: أي علاقة قامت على جمع المعلومات والحقائق والأوامر والأسئلة علاقة سطحية. إذا علاقتي بأبنائي وين رحتوا وين جيتوا وإيش أكلتوا وإيش أعطوكم في المدرسة أو مدري إيش، علاقتي سطحية. إذا علاقتي مع أبوي وأمي أجيهم المغرب أتقهوى عندهم، إيش أخبار الدواء، من جاكم، من راح، من كذا، فالعلاقة سطحية. العلاقة العميقة لها امتداد، لها امتداد. ولذلك كثير من علاقات الأسر هي علاقات سطحية، وكثير من الإخوة مع أخواتهم علاقة جدا سطحية، جدا سطحية. فإذا أراد أحد أن يعبر للآخر عن حبه، والحب من التعبير عن الحب علاقة عميقة، تعبير عن الحب هو من العلاقات العميقة، فإحنا عشاننا ما نعرف نسبح إيش نسوي؟ نبربس. تعرفون نبربس؟ لا، نبربس في الموية، يعني نجي للموية كذا، يعني ما نغطس، نلعب كذا على الشاطئ. لا، ما أعرف أسبح أنا على الشاطئ. فالعلاقات العميقة لا، فيها سباحة في تلقى الواحد يفضفض لصديقة ويقول، والصديقة تقول صديقتها، بس مع أختها أو مع أخوها أو مع أبوها أو أمها تكون تبربس يعني في الشاطئ. ولذلك إحنا عندنا مثل لا يجب أن يحترم، يقول الله لا يبين غلاك. إيش معناه؟ يعني إن شاء الله ما تموت عشان تعرف قدرك عندي، إن شاء الله ما تنكسر رجلك عشان ما إن شاء الله ما تدخل مستشفى عشان ما تشوف أنا قديش أحبك. يعني لازم إحنا لا نظهر مشاعرنا إلا مثل هذه الحالات. الحب في القلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه رجل قال يا رسول الله إني أحب فلان، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال قم فأخبره. مش علاقتي أنت تقول لي أنا، قم فأخبره. الحب في القلب كالعطر في زجاجته، لا قيمة له إلا عند انتشاره. يا أخي بخ، أقسم بالله سيأتي يوم تتمنى أن قلت لأمك إني أموت عليك وأحبك، وبيجي يوم تقول تتمنى أن علاقتك ببوك كانت عميقة، وتتمنى أنك قلت لك كل اللي تبغى تقوله. واسألوا الراحلين يا جماعة، اسألوا الراحلين كيف تعاملوا مع رحيلهم، شيء مؤلم. فرصة الآن عندك يا أخي، عبر لي عن مشاعرك. بتقول ردة فعله ما أدري إيش، لا تنتظر ردة، أنت أصنع هذا الوعي، أصنع هذه الثقافة، أصنعها. يعني الآن تجي الواحد، واحد من ربعك يعطيك، يجيب لك غرض، فتقوم ترسل رسالة، رسالة عميقة كذا وفيها مشاعر، يعطيك العافية وبيض الله وجهك وأنا 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 وأنا. أنت الآن على الشاطئ ولا في العمق؟ أنت في العمق. طيب تدرون شي رده؟ أنا أقول لكم قصة صارت، ويستشيرني هو زعلان من صاحبه، لأنك أنت في لحظة أنك تبوح بمشاعرك ولا تقدر، كنك تنجرح، يعني كنك تنجرح، مع أن المفترض عادي بوح بمشاعرك وانتهينا، ما في مشكلة. لا تنتظر الطرف الآخر، عوده، علمه، دربه، مين مشكلة، بعدين أنت تعرف تسبح ويعرف يبربس. بس فهو قاعد يقول الله يعطيك العافية، الله لا يخليني منك ووقوفك معي في حياتي، تدري وش رد عليه؟ آسف والله، أجلكم الله، يقول رد عليه، شوف 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 أنا كاتب له تحت كلت ابن. إي والله هذا رد هذا. قلت له تعال تعال أقول لك، ما يعرف يسبح. الإنسان عندما لا يعرف أن يسبح يتعامل مع مشاعرك بسخرية طقطقة، وإذا محترم مرة 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 أنت مرسل لك كذا رسالة، يرسل لك قلب مكسور ولا فيس في عيون. طيب أنا قاعد أكتب أسبوعين على طول، ليش كذا؟ لأنه ما يعرف يسبح، لأنه يستطيع أن يجاريك، لا يعرف. في أمية كبيرة جدا على مستوى المشاعر. هل إحنا نحب؟ إيه إحنا نحب،
لكن عندنا قصور في التعبير عن هذا الحب، ما نعرف نقول، ما نعرف. والتعبير عن الحب له أكثر من شكل، واحد من الأشكال الملامسة. يعني روح جرب، جرب أمسك يد أبوك ولا أخوك ولا أمك ولا أختك وامشوا، تلقى أصلا كل واحد ماسك وشت منشد، وكل تفكيره لحظة اللي بيحاول يفك أنا بفك قبله، أنا بتغدى قبل تعشاني، أنا سأرفضه قبل يرفضني، وشد حالة حالة. طيب مع أنه مع صديقة ولا هي مع صديقتها بديهم الثنتين عادي، طيب ليش هذا أخوك ولا أختك وأقرب الناس لك، ليش هذا الخوف؟ خوف من الرفض فيما يتعلق المشاعر بشكل غريب جدا، لأن احنا ما تعودنا أن نسبح في بحر المشاعر، ولذلك نعامل إما بالتجاهل أو بردة الفعل الباردة اللي هي فيس وانتهينا، أو التجاهل ما نرد، أو أجلكم الله كل تبن اللي هو السخرية، أو ولا عاد في نوع رابع شيفونيا. النوع الرابع واحدة كاتبة اسمها منى مرسلة في الجروب كلام جميل، أخواتها ورا بعض، منى اسم الله عليك أمرهم لا تكون بتموتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة تصيب الناس، أنك إذا صرت تعبر عن مشاعرك يحسونك بتموت، يخافون. إيه والله صارت الجلسة حلوة، قال الله مجعله خير. في شيء بيصير يعني. ليه؟ المسألة ما تعودنا، بس ما تعودنا، ولذلك احنا لا نورث الحب. البنت ما قد شافت ابوها يتعامل مع امها بطريقه، وبالتالي ما تتعامل مع زوجها بهذه الطريقه، وما عاد نورث شيء، ونجوع عاطفيا فنقتات على موائد المادحين. ترى اي واحد يلعب علينا، اي واحد يقولنا كلمه حلوه، ما قد تعودنا، شيء مذهل يعني. لكن الممتلئ لا يمكن خلطه ولا يمكن رجه، الممتلئ لا يمكن خلطه، مليان ما تقدر تحط شيء، ولا يمكن رجه، ما يقدر أحد يلعب عليه، لأن أبوه وأمه مالين مشاعر وحب ومعطينا كل اللي يبغى. فهي الفكرة أن العلاقات سطحية ولا عميقة. إحنا في علاقاتنا مع الوالدين كثير مننا المفترض يكون عنده، أنا يعني أنا من عمر 25 وفوق بديت أعرف أبوي على يعني، صار صديقي، صار أبوي مرة طلع حبيب. شلون المعادلة كالتالي، إذا أنت على الحقائق، إذا أنت على الحقائق يعني أنا وأبو ضي مثلا أنا ما أعرفه، إذا ببني علاقة أولية أبدأ بإيش؟ ما أعرفه. أجي واحد جنبك في الطائرة شو تسوي؟ أي شلون تعرف؟ سواليف البايخة هذه حقت والله مراتبهم حلوة، والله حر، والله كذا. طيب وش هذه السواليف البايخة؟ اللي هي القواسم المشتركة، أننا نبحث عن